فاكرين الكونسيلر ده؟ ولو ناسينه تعالوا افكركم. الف كاميو كونسيلر من الكونسيلرز اللي نزلت وحرفيا كسرت الدنيا وغطت على حاجات هاي اند كتير. ده الف كاميو كونسيلر النسخه الاوريجينال وده النسخة الهايدريتد، وتعالوا نعمل مقارنة. الاتنين الباكجينج بتاعهم يكاد يكون ايدنتيكال، الفرق بس ان ده غطاء اسود وده غطاء ابيض. ده مناسب للبشرة من النورمال تو اويلي سكن، وده من النورمال تو دراي سكن. ده ثابت معاك لمدة 16 ساعة، وده ثابت على كلامهم الى ما لا نهاية، او بمعنى اصح مدة اطول من 16 ساعة. اتنين شكل الابليكيتر بتاعتهم ايدنتيكال، المفروض ان الاتنين دولت نفس الدرجة اللي هي ميديوم ناتشرال. مشكلة الكونسيلر ده في حاجة واحدة هي الدرجات، الدرجات بتاعته لما بتشوفوها في السواتش مختلفة شوية عن الحقيقة. يعني ده لما شفته في السواتش الدرجة بتاعته كانت بيرفكت، بس لما جالي كان فاتح وبيأكسد بس ما بيأكسدش للدرجة اللي أنا عايزاها. ده بقى اللي حيرني شوية، لما شفته كان بيرفكت، شفته زي ما أنتوا شايفينه كده درجته اللي هي مسفيرة، بس ده بيأكسد غامق، يعني ده هيبقى غامق عليا سنة. انا حطاه دلوقتي، انا عرفت اظبطه، بس هو هيبقى غامق عليا سنة لو ما كنت ظبطت. الفورمولا بتاعته حلوة جدا، سعره كمان حلو جدا، وده من الكونسيلرز الفول كفر تقدروا تقارنوه بتارت وبتو فيس، وانا بستخدم الاثنين وبعرف استخدم الاثنين رغم ان الاثنين لانواع بشرة مختلفة، بس في الشتاء بستخدم واحد وفي الصيف بستخدم واحد، او على حسب ما بشرتي طالبة ايه في الوقت ده. بس هو مشكلته ان درجاته خداعه شويه. بجد بدوروا على كونسيلر فول كفر وفي نفس الوقت سعره حلو، بجد هاته بتاع 1000. يعني انا اقدر اقول ان هو ممكن يكون اعلى من لوريال كمان.